علاقة جخوري وأدهم نابلسي إلى الواجهة. الأخيرة فاجأت الجميع بما فعلته، والجمهور يعلق تركي بحاله. فاجأت الفنانة السورية أنجي خوري الجمهور بما فعلته للتعبير عن حبها للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي. وفي التفاصيل، فقد نشرت أنجي على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام صورة لإصبعها الذي وشمت عليه اسم أدهم باللغة الإنجليزية، وحرصت على الإشارة لحساب الفنان الأردني وأرفقته بإيموجي قلب. وتفاعل كثير من المتابعين مع خطوة أنجي هذه تجاه أدهم، مطالبينها بالابتعاد عنه. وكان من التعليقات تركيب حاله تايب الزلمي، والله لو وشمتي اسمه عاجبينك مش رح يعبرك، عوفي تاب. دي قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطلها. ومن ناحية أخرى، أثار الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية بسبب نشره صورة جديدة له ظهر فيها بلحية خفيفة على عكس الصور التي ظهر فيها مؤخراً، إذ كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو بلحية طويلة. وانتقد بعض متابعي أدهم تغييره لصورته الشخصية ونشره صورة جديدة، متسائلين عن احتمال عودته للعمل الفني والرجوع عن اعتزاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من التعليقات أها صورة ما طمن وراها شيء، الله يستر يلي ببالي، انتبه لا تصير مثل فضل شاكر فترة وترجع، شو رجعت للغناء؟ شو يا أدهم ناوي ترجع؟ وفي حين علق كثيرون من متابعي أدهم نابلسي متمنيين له الثبات وألا تكون الصورة الجديدة التي ظهر فيها وخفف فيها لحيته بداية للرجوع عن اعتزاله أو العودة للعمل الفني، خاصة أن الفنان المعتزل لم يظهر سوى في فيديوهات وهو يؤم المصلين أو يؤذن الأذان، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يشار إلى أنه كان حصل أدهم نابلسي مؤخراً على إجازة في القرآن الكريم بعد أن أتم القرآن كاملاً حفظاً وتجويداً على يد شيخه بأحد مساجد الأردن. وكان أدهم نابلسي أعلن في شهر ديسمبر الماضي اعتزاله الغناء نهائياً لأنه لا يريد أن يغضب الله وفق قوله.